بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم على برنامج انديزاين واللينكس، الروابط اللي فيه. قائمة اللينكس ممكن شغالة من ويندوز، هلاقي عندي هنا لينكس بأي ملف من دول، تيجي عليه هنا وتدوس عليه رايت كليك، فتقول له لينك، تربطه تاني، تقدر تعمل له جو تو لينك، تبدأ تروح للصورة ديت تشوفها موجودة فين. ده الصفحة اللي موجود فيها اللينك دوت، تمام. طيب ممكن مثلا هنا علامة استفهام، معنى كده ان الحاجات دي مش موجودة، فبقول له ريلينك وابدأ ادور عليها لحد ما تظهر اهيت، تمام. تلاقي موجود هنا ان ده المسار بتاعه والسكيل والسايز بتاعه والنظام الالوان اللي شغال عليه وكل المعلومات. لو انا عايز اعمل له اديت، فبقول هنا اقول له اديت ويز، واروح اقول له اعمل لي مثلا بالفوتوشوب، بجوجل كروم، اي برنامج انا عايزه. بيفتح الصورة ده في البرنامج، بعمل لها التعديلات اللي أنا عايزها، وأسيف الشغل.